state. Okay. بهاي المحاضرة أخوان راح نتكلم عن السنسر وشلون باستخدام السنسرز راح الروبوت يسوي ريبرزنتيشن للورد. واضح؟ السنسرز هي جزء جدا مهم بالنسبة لأني أوتونوموس روبوتك سيستم، لأنه بدون سنسر الروبوت ما راح يكون aware of its environment. Any simple task الروبوت يسوي يحتاج إلى sensors. Sensors هي اللي يساعد الروبوت وتزوده بالمعلومات الخاصة عن الانفايرومنت حتى يقدر ينفذ التاسك مات بصورة صحيحة بغض النظر عن بساطة هذا التاسك. يعني على سبيل المثال إذا تريد أي روبوت كل شيء ما يسوي بس مجرد أنه يسوي نافيجيشن بالإنفايرومنت هم تحتاج سينسرز. هاي السينسر راح تتحسس بيها أني أوبستيكلز يصير أمام الروبوت أو أي أجسام ثانية أو روبوت آخر قد يكون. واضح؟ فما مو ممكن أنه تخلي الروبوت بس مجرد يسوي عملية اكتويشن بدون أن يأخذ أي فيدباك من الانفايرومنت، والسنسرز هي اللي تعطي فيدباك للروبوتك سيستم. واضح؟ اللي هو احنا نحكي دائما عن الكنترولر اللي هو جزء المهم بالنسبة لنا. شنو السنسرز؟ راح ناخذ في الانترودكشن عن السنسرز ونتكلم عن السنسر بتصنيف لنوعين: بريوسيبتيف سنسر بوزيشن سنسر واكسروسيبتيف بروكسيميتي سنسر. راح نشوف شنو هذني التصنيفين. ان جنرال اني اوتونوموس روبوتك سيستم عاده بهاي الستركتشر للكنترول سيستم. بالحقيقه اكو بيرسبشن للانفايرومنت، انه الروبوت يستقبل المعلومات من الانفايرومنت حتى يسوي اسسمنت للستيت مات الروبوت. والانفايرومنت عاده تكون مالتيبل سنسر مو وان سنسر، بس اذا كان الروبوت جدا بسيط ممكن وان انفورميشن از انف. يعني اذا كان التاسك اللي ينفذ الروبوت مو كريتيكال او ما بيفيد موبيليتي معينه يكون one sensor أو multiple sensor array of sensor. الروبوت ممكن يكون عنده model للenvironment على سبيل المثال كماب للمكان اللي يسوي له navigation على سبيل المثال، مثلا خريطة لأوفيسز روبوت يتحرك بيها، فهاي الخريطة تعطي تفاصيل بداخل الروبوت عن مواقع الغرف مواقع الممرات وين ينتقل من يا منطقة ليا منطقة، شنو التاسك مالته، النقطة أي الغرفة بي وهكذا. هذه التفاصيل هذا نقصد به الموديل الانفايرومنت. وقد يكون هناك اكو ريزنينج وديسيشن ميكينج بالكنترولر اوف روبوت. هذا الجزء اللي هو المفروض هو اللي احنا نحن به. رجاء اخوان اللي ما يحتاج المايك خليه يسد بلا زحمة عليكم. ف راح تكون reasoning about information اللي تجينا من perception والsensors، وعلى هالأساس هذا راح يكون action من مجموعة rule أو set of actions راح يصير لها carry out through the actuator. ف in very simple structure هذا ال control system لل autonomous robot. عادة الجزء المهم به اللي إحنا راح نحكي عنه نا هو البيرسبشنز اللي هو باستخدام السنسر. شنو السنسر؟ سنسر is an electrical, mechanical, chemical device that map an environmental attribute to a quantitative measurement. Any information، خلي ببالك هاي المعلومة جدا مهمة أخوان. السنسر شنو فائدته؟ شنو شغله؟ Any sensor
for anything, whether for robot or embedded system or anything. الفكرة منه إنه شنو؟ إنه يحول الـ environment attributes، يعني خصائص الـ environment اللي هي مثلاً حرارة، ضغط، ضوء، أشعة فوق البنفسجية، صوت، أي خاصية موجودة بالـ environment معينة يحولها إلى voltage. واضح؟ خصائص الـ environment تحول إلى voltage. عادة هاي الفولتج يعني فولتج جدا بسيطة، بعدين يصير لها امبليفيكيشن، واكيد الفولتج هي انالوج فورمات، يعني تحتاج تتحول الى ديجيتال حتى الكنترولر مالت الروبوت اللي هو المايكرو كنترولر يعالجها. وقلنا حتى نحول الانالوج سيجنال مثل فولتج الى ديجيتال ايش نحتاج؟ ها شنو نحتاج ديك المحاضرة اخذناها؟ نحول الانالوج سيجنال الى ديجيتال، انالوج ديجيتال كونفرتر، واضح؟ وحكينا عنه اخوان. اوكي، فقسم من السنسرات في داخلها هو موجود الانالوج ديجيتال كونفرتر، يحول هاي الفولتيه اللي تمثل الانفايرمنت اتريبيوت نو ماتر وات از ات، مثل حراره، ضغط، رطوبه، any environment, light, whatever. Okay? إلى digital information. واضح؟ عادة robots use different sensors to detect different factors of environment. راح نشوف شنو حتى الروبوت يتحسس different environment factor، يحتاج إلى لكل factor معين نوع من أنواع السنسرات. واضح؟ اوكي، سنسر، سنسر تو سنس وات ذا ستيت اوف ذا روبوت، يعني ذا انترنال ستيت اوف ذا روبوت. هنا ايش راح نسميها؟ بريوسبتيف. واضح؟ بريوسبتيف اللي هي راح تسوي سنسنج للستيت اوف ذا روبوت، او الانفايرمنت اتريبيوت او انفايرمنت فاكتور اللي نسميها اكستروسبتيف. واضح؟ سنسر. وراح نحكي ان شاء الله هم عن الاكتيف والباسيف سنسر ان شاء الله، صراحه نجي بالسلايدات القادمه، والابسوليوت والريليتيف سنسر. واضح؟ اوكي، راح نشوف شنو هذني بالتفاصيل. بس ان جنرال شنو السنسر؟ السنسر او سينسينج ذا انفايرمنت، تعرفون بما انه الانفايرمنت هو عباره عن كل الانفورميشن بي انالوج وكلها عباره عن نويز، وتعرفون انه انتم مثلا ابسط شيء هذا الهواء اللي دار مدارنا ايش قد هو خليط من الغازات، وشنو بي التفاصيل اللي تخلي النسب اللي موجوده بالرطوبه ونوعيه الغازات الموجوده كلها مو ثابته، تاثر على حتى سرعه الصوت، على نوعيه الصدى، على شدة الضوء، على كل البارامتر مات الانفايرومنت. فهذه النويز مات الانفايرومنت بالتأكيد راح تأثر على الكواليتي مات الانفورميشن اللي يسوي لها سينسينج السنسر. واضح؟ والسنسر لهذا السبب راح يكون of variable accuracy repeatability resolution، يعني عملية السنسينج، يعني على سبيل المثال إذا أجيب سنسر معين مثلا انفراريد سنسر، قسم منكم يعرفون شنو انفراريد سنسر، شنو الترا ساوند سنسر، هم راح نحكي عنهن هسه اليوم، بس قسم منكم شافوهن و استخدموهن اصلا بالمختبر. فهسه من اجي اخلي اللي جربوا هاي الاكسبيرمنت خلوا الالترا سونيك بمسافه واحده عن حاجز معين اللي هو كان البنج مات الحاسبة اللي كان موجود بالمختبر، شافوا القراءة وهم مثبتيه اثنينات تختلف، مو ثابتة القراءة، مستمرة بالتغيير، تصعد وتنزل برينج معين صحيح، مثلا يعني تقرأ مثلا 10 سنتيم، مرة 9 سنتيم، مرة 8 سنتيم، مرة 11 سنتيم، وهكذا. واضح؟ فليش هذا الاختلاف موجود؟
لأسباب عديدة، اللي هي أنه النويز بالإنفايرومنت، السنسر اللي كان يتحسس الصوت ويعتمد على حتى الأصوات اللي موجودة بداخل القاعة، يعني أثناء ما يقرأ في لحظة معينة قد يكون أكو نويز، أشخاص يحجون، فالقراءة أكيد راح تتأثر. السنسر نفسه، عملية المانيفاكتشرينج للهاردوير هي عملية مو ريبيتابل. إن فاكت ماكو أي سنسر اكزاكتلي نفس السنسر الثاني، حتى لو يصنع بنفس الشركة وبنفس السيريال نمبر وبنفس كل الخصائص. ليش؟ لأنه عملية تصنيع الإلكترونيكس من سنسر إلى سنسر آخر تختلف. واضح؟ السنسرز أيضاً difficult to model. شنو نقصد بها difficult to model؟ difficult to model إذا أنت تريد تسوي simulator للروبوت ماتك وتريد تسوي simulation للسنسر، لأنه لازم تعرف السنسر شلون تشتغل وتخليها بالcomputerized system داخل اللابتوب ماتك، فدي 3D design أو أي شيء آخر، وتريد تولد نفس القراءات، تقول يا إذا هذا الأوبجكت بالمسوي 3D يعني، والروبوت ماتي هالقد مسافة لازم هالقد تجي القراءة. هاي العملية أيضا مزعجة، طبعاً مريت بيها هواي، أنا سويت سيميليتر للإكسبرمنت اللي اشتغلتها بالدكتورة، وشفت هاي العملية هذا الجزء هو أصعب جزء، أنه تسوي virtual environment simulator لروبوت موجود وتريد الريزلت اللي تسويها بالسيميليتر إذا تنقلها للريال روبوت تشتغل. هاي يسموها reality gap. واضح؟ فهذه العملية ولحد الآن state of art challenge بالنسبة للروبوتيك سيستم. عملية الموديلينج خصوصاً للسنسر للانفايرومنت اتريبيوت، لقراءة الانفايرومنت، هي عملية جداً صعبة. فشنو اللي يسووا عادةً حتى بالسيميليتر؟ هم يضيفون injection للنويز، يعني فد random number generator، ويخلون القراءات تتفاوت. ليش؟ لأنه تعرفون أنتو الكمبيوتر سيستم هو ديترمينستيك، وحكينا شنو الفرق بين الكمبيوتر والروبوت. واضح؟ المسافة إذا أكو أوبجكت وروبوت متوقف، المسافة بيناتهم ثابتة 100%، ما تختلف أبدا. هاي بالنسبة للكمبيوتر سيستم. أما بالنسبة بالريال سيستم، لا، السنسر يقرأ قراءات مختلفة إن رياليتي. وبهاي الحالة إذا برمجت الروبوت ماتك على الكمبيوتر سيستم، راح من الطلعة للريال وولد ما راح يشتغل. ليش؟ لأنه هاي الخصائص مو نفسها بالريال وولد. واضح؟ فهاي إحدى التشالنجز. هسه واحد يقول دكتور على شنو أنا مدوخ روحي مسوي لعد سيميليتر بالكمبيوتر، هو أشتغل على الريال روبوت؟ مو كل شيء تقدر تشتغل على الريال روبوت، هواي أكو أمور تمنعك منه تشتغل على الريال روبوت. واحدة من الأمور أنه قد يكون الروبوت ما متوفر، هاي إذا متوفر أصلاً عندك، يعني ما تقدر دائماً موجود يمك تشتغل به. قد يكون حجم الروبوت كبير، عملية أنه تسوي تجارب كلش هواي على الروبوت نفسه، تتطلب كلش أوقات أنه نقل الروبوت من مكان إلى مكان. تخيل مثلاً روبوت بحجم السيارة لك ناقلة وتطلعه بكذا، فتحتاج أنه تسوي سيميليتر حتى للسرعة للتجارب. مثلاً أحكي لك الساني، بالنسبة لي كل هذا ما موجودات، بس ما أقدر أسوي التجربة ماتي بالريال روبوت. شنو السبب؟ السبب أنه نوع التجربة اللي أنا أسويها باستخدام نيورال نيتورك وجينيتك ألغوريثم، أنا أحتاج إلى ملايين الإيفالويشن للروبوت حتى أطلع بكونترولر يسوي لي الأريدة. يعني هاي فكرة الجينيتك ألغوريثم، بس إحنا ما ندخل بتفاصيلها، بس الفكرة إن جنرال هيك. فأني إذا أحكي عن ملايين التجارب، ملايين الإيفالويشن، شنو ملايين الإيفالويشن؟ يعني أقول أكثر من مليون مرة أريد الروبوت تعال من هاي النقطة A وروح النقطة B، حاول أن تتجاوز كل الحواجز بدون أي مشكلة، يا كنترولر يسوي لي أفضل شيء. هذا أتجرب لمليون مرة، المليون كنترولر، كل مليون كنترولر كل واحد أتجربه 10 مرات، أضرب مليون في 10 ملايين، 10 ملايين مرة تحتاج تجرب، كل 10 مرات نفس الكنترولر لازم تبدله وتخلي الكنترولر الثاني وتشوفه هم 10 مرات، وهكذا لمليون كنترولر
حتى تختار واحد منهم اللي هو افضل واحد. واضح؟ هاي العمليه ايش قد تطول برا يا الروبوت؟ تطول سنين قد يكون. وخلينا نفترض جدلا انه قدرت تنفذها باشهر. تدري خطا بسيط لازم تعيد التجربه كلها؟ يعني هاي التجربه اللي قضيت بها 6 اشهر نفذها، ورا ما كملت شفت النتائج اللي عندك اكتشفت انه اكو كان خلل بالست اب. دائما بالطبع هو هذا شغل الاكسبيرمنتينج، انه صار عندك اخطاء وكذا، ان شاء الله بالمستقبل اذا اردت تكملون دراسه او كذا صارت عندكم مثل شي تفاصيل، شوف انه الاكسبيرمنت هي هاي، انه تتعلم وتوجد اخطاء الى ان توصل لنتائج جيده. فتعيد الاكسبيرمنت، تخيل تعيد 6 اشهر من التجارب اللي هي شنو كان بها فد خطا ناسي لك فد باراميتر معين. واضح؟ هسه عرفتوا ليش نحتاج انه نسوي موديلينج، نحتاج انه يكون اكو سيميوليشن للسنسرز. ف كل هذه الخصائص النويز، unreliability, unrepeatability, difficult to model، تخلي السنسر يحتاج الى الى calibration. شنو هي عمليه ال calibration؟ ال calibration نقصد بها انه mapping the sensor reading to a meaningful information. شنو يعني؟ طلاب صوتي واضح؟ لا سمعوني؟ اي دكتور واضح. سمعوني طلاب هسه؟ صوتي واضح؟ مش ماكو جاوب. نعم صوت واضح اخوان. سمعوني لو لا؟ واضح واضح. نعم نعم دكتور واضح. جيد. تكلمنا عن الكالبريشن، الكالبريشن شنو؟ القراءات اللي تجيني من السنسر. عادة هذه القراءات عبارة عن فولتية ما لها أي معنى. هذه الفولتية أسوي لكل قراءة معينة قيمة معينة. شلون يعني؟ على سبيل المثال مثلا عندي في الحساس معين، أقول إذا أخليه مثلا قيس المسافة، أخليه مسافة 10 سنتيمتر يرجع لي مثلا على سبيل المثال في 1.5 فولت. إذا أخليه مثلا مسافة 5 سنتيمتر يرجع لي مسافة 3/4، يرجع لي فولتية 3/4 فولتج. فأني أسوي شنو؟ أسوي سكيل بين قراءة الفولتية والمسافة اللي أنا دا أقيسه. بالمناسبة يعني هذا كلامي دي يفهموه اللي سووا هاي العملية بالمختبر. واضح؟ فهذه هاي العملية يسموها عملية كالبريشن. مو شرط، مرات السنسر يعطيني قراءات معينة، هذه القراءات هي قراءات مسافة بس مو دقيقة. مثل ما قلنا السنسر يختلف من سنسر إلى آخر، يعني إذا نفس السنسر أجيبه أخلي نفس المسافة يعطيني غير قراءة، أجيب سنسر آخر من نفس البراند يعطيني غير قراءة. واضح؟ شنو اللي أسوي أنا بالكالبريشن؟ أقول هذه القراءات
أقارنها مع المسافات الحقيقية، واضح؟ وعلى هالأساس أغير قراءات السنسر، واضح؟ واضح أخوان؟ يعني هي عملية مقارنة القراءات اللي تجيني من السنسر مع القراءات الحقيقية اللي موجودة على أرض الواقع بالإنفايرومنت، حتى أخلي السنسر مثلاً إذا كان دا يقرأ لي السنسر على سبيل المثال مسافة كانت 10 سنتيم والسنسر يقرأ لي 11.5، إذن شنو أقول؟ إذا أغير المسافة فأقول مثلاً أكو فد 1.5 سنتيمتر إضافي بقراءة السنسر راح أنقصها، فيعني أي قراءة تجيني من سنسر أقول ناقص 1.5 سنتيمتر، واضح؟ إذا كانت هاي الـ 1.5 هي زايدة دائماً، يعني مثلاً إذا بالحقيقة 5 سنتيم والسنسر رجع لي 6.5 مثلاً 6.5 سنتيمتر، وإذا كانت 10 سنتيم رجع لي 11.5، إذا كانت 15 سنتيم رجع لي 16.5. فأنت شنو راح تسوي بالكالبريشن؟ راح تنقص الزيادة، وإذا كانت بالعكس انه القراءة اللي تجيك من السنسر اقل اكيد راح تزيد وهكذا. فهاي عملية الكالبريشن. الكالبريشن هي مابينج ذا سنسر ريدينج او سنسر انفورميشن تو ا مينينجفول انفورميشن او تو ريال ريدينج، واضح؟ الكالبريشن هي هو جزء كلش مهم، عملية جدا مهمة بالنسبة للسنسر اخوان، وعادة يعني اسال بها بالامتحان النهائي، فاذا مو واضحة اسالني. واضحة لو لا أخوان؟ واضحة الكالبريشن؟ أوكي. حسين نعيم قول. حسين تفضل. تفضل. إذا كانت القراءات، إذا كانت القراءات يعني مختلفة مثلاً 11 10 8 هيجي، فناخذ الافرج لو شو نسوي يعني بريال لايف نسوي. اذا صار في شيء بالمناسبه الكالبريشن هي مو دائما مثلا بها الطريقه الايزي، يعني تزيد او تنقص، والافرج عاده هو من الامور الشائعه، يعني احنا ناخذ مرات تحتاج تعرف السكيل مات الكيرف مات السنسر، يعني تاخذ قراءات كلش هواي وشوف السلوك مع السنسر والسلوك مع الريدنج الحقيقية، وعلى هالأساس تسوي مات وتسقط المسألة وتسقط القراءات حتى تكون أقرب شيء. ليش؟ لأنه السنسر قد يكون القراءة مات بمسافات صغيرة شكل ومسافات أبعد غير شكل، يعني عملية الزيادة والنقصان السلوك مالتها يختلف حسب نوع المسافة. فهمت حسين؟ وأكيد تشفتوا هاي المسألة انه بالمسافات البعيده نسبه الخطا تكون دكتور هو بينما بالمسافات الصغيره بالالتراسونيك نسبه الخطا هواي تقل، مو صحيح؟ هو انا واجهت هاي المشكله يعني حليتها بالافرج بوقتها من سويت يعني البروجكت لحد ما، بس ما توصل القراءه دقيقه 100% راح تاثر مثلا على القراءات المسافات الطويله. هو انا للتضيف على ما قلت الدكتور النقص وهاي، فقلت يعني مو هي تو ايزي يعني كل شيء. لا مو تو ايزي، هي هنا احنا الغايه منها انه بدنا نوضحها للطلبه شلون مثلا نسوي كالبريشن. قد يكون عندك هيك اختلاف، تنقص قيمه زايده او تزيد قيمه ناقصه او توجد افرج مثل ما قلت. وبالحقيقه الهواي سنسرات حسب نوع الانفورميشن حسب دقه الانفورميشن اللي تحتاجها ممكن انه تسوي موديلنج لفانكشن فانكشن لسلوك السنسر نفسه، واضح؟ شكرا دكتور عاشتي. جيد. السنسر to map the world and localize in it. اللوكاليزيشن طبعا واحدة من المشاكل كلش مهمة بالروبوتك سيستم، يعني الروبوت شلون يعرف يحدد موقعه بالنسبة للانفايرومنت. كلش هواي اكو سنسرز. بالمناسبة أخوان أعتقد الوقت راح ينتهي، فإذا انقطع الاتصال عاودوا على نفس اللينك اللي عندكم، واضح؟ جيد.
واحدة من السنسرات اللي تستخدم to estimate pose، احنا نسميه pose يعني position and orientation of the robot، اللي هي shift encoder. شنو shift encoder؟ الويل مات الروبوت عادة إما يكون بهالطريقة هاي ستيكرز مثلاً لون أسود، سترايب أسود ولون أبيض. هذا الحساس مثل الإنفراريد سنسر، الأشعة تحت الحمراء. الحساس هذا يبعث ضوء، هذا الضوء المنعكس راح يصير على إما سترايب الأسود أو سترايب الأبيض. عادة الضوء اللون الأسود يمتص الضوء، يعني نسبة الضوء المعكوس الساقط على اللون الأسود راح يكون أقل من الضوء المعكوس من اللون الأبيض، واضح؟ فلهذا السبب راح السينسر الرسيفر الموجود بالسينسر، بالمناسبة هذا السينسر بسيندر ورسيفر، السيندر شي ديز يدز ضوء، والرسيفر شي يسوي يستقبل يتحسس الضوء المنعكس اللي دز منه السينسر، واضح؟ فإذا كان الصوت الضوء ساقط على اللون أسود فكمية الضوء المنعكس من اللون الأسود راح تكون قليلة، راح تكون فولتية قليلة المتولدة بالرسيفر. وإذا كان الضوء ساقط على اللون أبيض الضوء المنعكس راح يكون أكثر، فتكون الفولتية عالية وتعطيني أثناء ما يدور الويل، إذا هذا كان ويل لروبوت معين فراح تعطيني هاي السكوير ويف، هنا أكو فولتية لون أبيض، هنا بيصير لون أسود سترايب أسود لون أبيض سترايب أسود لون أبيض سترايب أسود وهكذا. هاي إذا دا يمشي الويل بطريقة سلو، أما إذا فاس راح يصير الفريكوينسي أسرع، واضح؟ أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض وهكذا. وبهاي الحالة راح نقدر نقيس السبيد مال سرعة الدوران. الريزوليوشن مال الويل انكودر شنو؟ هسه هذا الويل انكودر شنو الريزوليوشن مالته؟ خلينا نشوف كم سترايب اكو، واحد اسود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. فهذا الريزوليوشن مالته بير 1 روتيشن اكو 12 سترايب، يعني هذا الريزوليوشن، واضح؟ نقدر نقيس 12 سترايب ب 1 ريفولوشن. اوكي، اكيد كل ما زيد الريزوليوشن كل ما زيد الاكيوريسي مال القياس. شنو معناها اخوان؟ الويل هو عباره عن سيركل، المسافه الخطيه هي احنا دا نقيس مقدار دوران كم ريفولوشن دي يدور الويل. المسافه الخطيه اللي يقطعها الروبوت هي بكل ريفوليوشن، يعني بكل دوره هي محيط الدائره، هي محيط الويل، واضح؟ ال 2 باي في نصف القطر، واضح؟ في ار. اوكي، فلهذا المحيط احنا دا نقيس كل تيك، كل كاونتينج تيك، يعني نقيس 12 تيك ب 1 ريفوليوشن اللي هي تعادل مسافه محيط الويل، واضح؟ وبهذا المقدار راح نعرف كل ويل ايش قد راح يقطع خلال الدوران، ونقدر نعرف انه الروبوت وين اتجه والان وين موقعه وشنو الاورينتيشن مالته، واضح؟ واضح اخوان. الروبوتات حاليا اسمت الروبوتات حتى عندنا الشيفت انكودر يجي شنو؟ يجي بي ثقب، يعني بمكان هذا يجي بي فتحه، فتحات صغيره مثلا بد 20 فتحة أكو بالويل. فأكو شنو؟ أكو السيندر الباعث للضوء راح يكون بجهة والرسيفر بالجهة الثانية، فمن يفتر الويل يوصل للثقب راح ينفذ الضوء، واضح؟ من ينفذ الضوء للرسيفر راح يتحسس تيك، هنا بيفتر إلى أن يختفي الضوء، هنا بيتجي الفتحة الثانية وهكذا. فمثلاً إذا أكو 20 فتحة فنقول 20 تيك بير بير ريفوليوشن، واضح؟ والريفوليوشن ايش قد المسافه مالته تعتمد على محيط الدائره او محيط الويل اللي يقطع الروبوت، وعلى الاساس هذا راح نقدر نحسب مسافه و بوزيشن لكل ويل، فنقدر نعرف بالتاكيد اذا كل ويل ايش قد
قطع مسافة، راح نعرف بالنسبة موقع الروبوت بالنسبة